هذه بداية الرحلة، أول يوم في الهدى، وهذول الشلة عنهم مرازيح بقاعد هالشرة، وهذاك الشيبة ذاك عنها فريس الهبال هناك ما أدري شنو. دقة السماء الله يقطعك، الله يقطعك يا سعيد. وذا وش هذا يا ابو عبد الرحمن؟ هذا الكبده؟ نعم نعم. ايه والله شغل عالمي ما شاء الله. هذا اول يوم فلهدة الفطور ما شاء الله. هذول الشله جالسين هنا ياني، وهذا الشرة الطيبة عاله، وهذاك جركننا عانه في ذنب بجيبرة حق الماء. حتى ما في حتى ما في اي احطه في بس هذا احطه في وقربه قربه وجذره من هنا. صدق لازم ناخذ لنا اغراض ثانيه. وش شوي نشوفها. هات الشاهيه. الشاهي ولا عليه؟ لا بغارق قافل الاسطوانه من هناك. من هناك يا ابو طفاه من عندكم. الانبوبه مقفوله على مقل المصاريخ. شوف هذه الاسطوانه المفروض والله يهتمون بالمنتزهات هذه ويطورونها. شنو الحصيان هذه يسوي لها طرق؟ لا حط ما شاء الله حطنها بس عشان هذا الفراش عشان ما يعدم الفرش. الله لو راح يبدل كان ندق له. ما شاء الله ما شاء الله. تسلم يمينك ابو عبد الرحمن. الله يعافيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. قصرت يا ابو عبد الرحمن والله ما قصرت.